خد خد دقدوق. جايبين حتة رقاصة. بس عاجي المطرب ما عارف هو ما. انا عارف يا عم خلاص بقى من هيدا ما عارف استنى يا عم في صوت وفي صوت تست صوت والآن مع المدرب القابلة المدرب الشعبي الأعمي الأعمي كريم كامل أحلى فرح وأحلى ناس وأحلى عالم حبايبنا كلهم أم العروسة منمني منورة الأعلى والله أستاذ فؤاد أدي أدي أستاذ فؤاد فاضل قاضي القضاء على راسنا أصلا أستاذ خليل إيه 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 وحبايبه وأيده وأيده متخليني يعني ابن ابو عبيد ايه 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 بس الوديع ايه 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 الوديع ايه 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 طب يعني راح الغربي غربي غربي الشرقي الشمالي كل الاتجاهات استاذ نامي يعني تمثيل والمطر يعني تمثيل الف مره تمثيل الف مره تمثيل وحبايبنا وكل اللي شرفونا النهارده بالفرح والان مع الراقصه القنبله الراقصه المشكله الراقصه دارا هداف حبايبنا اللي شرفوا الفرح والان منورين كلهم يا ابني انت كل سبوبه هتنطلي فيها كده ايه اللي انت عامله في نفسك ده راضي ايه في العيشه الزباله اللي انت فيها دي يا عم اتقي الله اتقي الله في امك اللي عملها تقريبا ايوه اتقي الله انت اللي اتقي الله انت فاكر يا عميت اللي انت لابسه ده من ورشه ابوك فاكر البنطلون اللي انت لابسه ده من شغل ابوك انا اللي باكلكوا يا انا يلا باكلكوا اللي انت بتعمله ده حرام حرام اللي انت بتعمله ده حرام اتقي الله ان ابوك يدخلك انت مدارس مش حرام ان انا ما اشوفش امي 5 سنين مش حرام اتق الله يا امك عيانه اتق الله اللي بتعمله ده حرام بتاكلنا فلوس حرام يلا مع بعض تاني نأسف لهذا العطل الفني و بنقول احلى تحيه تاني انا مش عارف انا تهت مني انا مش انا لا دي ملامحي ولا شكلي شكل ولا ده انا مش عارفني انا تهت مني انا مش انا لا دي ملامحي ولا شكلي شكلي ولا ده انا ببص لروحي فجأة لقيتني كبرت فجأة كبرت تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي قوليلي يا مرايتي قوليلي قوليلي حكايتي تكونش دي نهايتي وآخر قصتي انا مش عارفني انا تهت مني انا مش انا
لا دي ما لمحي ولا شكل شكل ولا ده أنا ولا ده أنا. يا أهبل يا أهبل يا أهبل يا أهبل. مو قلت لك حطيني تقيتوني.